لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنعود إلى حديث وسلسلة كنا بدأناها وتوقفنا عنها قبل رمضان، ونعود إلى الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي السلسلة التي كنا قد عنونا لها بوقفات مع آيات. نقف فيها مع كتاب الله عز وجل متدبرين مواضع من الآيات في كتابه سبحانه وتعالى، كما أرشد سبحانه وتعالى في كتابه فقال: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف مع آية من الآيات التي نزلت في واقعة أو حادثة، فإن من عظيم حكمة الله عز وجل أن أنزل كثيرا من آيات كتابه على حادثة أو واقعة في حياة من نزل عليهم القرآن، وذلك ليكون أبلغ في نفوسهم، وليكون ذلك سببا في زيادة إيمانهم وإيمان من يأتي بعدهم. أن تنزل الآيات على حادث أو واقعة حدثت فيهم فينزل القرآن يواكب هذه الحادثة، يواكب هذه الواقعة ويعالجها بأحكام بتوجيهات. وآية اليوم بإذن الله تعالى هي الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية من كتاب الله عز وجل لو قرأها الناس بل العلماء من غير أن يعرفوا قصة نزولها أو الحادثة التي تعلقت بنزولها لن يفهموا المراد منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلو أن المسلم قرأها بمنأى عن حادثة نزولها ما يفهم المقصود. ما هو المقصود من قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا؟ لا، لماذا لا نقول راعنا؟ وقولوا انظرنا، لماذا نقول انظرنا؟ ولذلك كما يقول الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول، يقول: إن لكثير من الآيات قصة إذا لم يعرفها الإنسان لا يعرف معناها، أو كما قال في ذلك. ولذلك هذه الآية ارتبطت بها حادثة، ارتبطت بها قصة نزلت على إثرها هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تدبر كلام الله، أن تعرف هذه الآية ما المقصود منها وفيما نزلت وما الأحكام أو الآداب أو التوجيهات التي جاءت في هذه الآية. وهذه في الحقيقة وجبة قرآنية، أي معرفة سبب نزول الآية والقصة التي تعلقت بها، هذا في مجمله وجبة قرآنية يعرفها المسلم ويغذي بها قلبه ويغذي بها عقله كذلك بأحكام الله عز وجل النازلة. أما الآية عباد الله فقصتها كما قال علماء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالسه مع أصحابه تكثر منهم الأسئلة التي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حولها، أي حول ما يصلح دينه ويصلح دنياه، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصلح أمر دينهم ودنياه. ولعله
كان المجلس أحيانا يزدحم بالناس، فلربما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لينتبه إليه وليلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليكلمه، فيقول: يا رسول الله راعنا راعنا، أي راعنا سمعك، كما أنت ربما في مجلس فيه عدد كبير وكلهم يكلمون شخصا واحدا، فربما تحتاج أنت أن تلفت نظرا فتقول: يا فلان، يا شيخ، يا كذا، ونحو ذلك، لأجل أن ينتبه إليك. فكانوا رضي الله عنهم يقولون: يا رسول الله راعنا، أي أرعنا سمعك حتى نقول لك ما نريد. فلما سمع اليهود ذلك، وكانوا أحيانا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون أصحابه منهم من يقول له ذلك، فلما سمعوا ذلك جعلوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في أمر من الأمور يقولون له: يا أبا القاسم راعنا راعنا، لين بألسنتهم، أي ما يقولون كما يقول المسلمون راعنا، أي أرعنا سمعك. أما اليهود فكانوا يحرفونها فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم راعنا راعنا، وبالتنوين هذا من الرعونة، أي معناها من الرعونة، أي أنت كما يقصدون قبحهم الله ولعنهم، أنت أرعن، أي من الرعونة، وهي الطيش وعدم الحكمة. فكانوا إذا كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا أبا القاسم راعنا راعنا، أي أنت أرعن. ففطن إليها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن أبي سعد بن عبادة، وقيل سعد بن معاذ، فقال: يا أعداء الله، تقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أسمع رجلا منكم يقولها بعد ذلك إلا ضربت عنقه. فقالوا له: أنتم تقولونها لنبيكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها المسلمون، يا أهل الإيمان، توقفوا عن هذه الكلمة التي يستعملها اليهود استعمالا إجراميا، توقفوا عن هذه الكلمة التي يلوي اليهود بها ألسنتهم ويحرفونها على معنى السب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهم يمرون بمجلسه أو به: السام عليك. والسام في لغة العرب أي الموت. ففطنت لذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: بل عليكم يا أعداء الله وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فطنت إلى ما أقول لهم؟ إنما أقول لهم: وعليكم. ولذلك أمرنا أهل الإسلام إذا سلم علينا الكفار وقالوا السلام عليكم، أو حتى قالوا السلام عليكم، ألا نزيد على كلمة وعليكم، حتى إذا قالوا السام فيكون هذا مردودا عليه. فالغرض أن الشرع وأن القرآن نزل ينهى المؤمنين لا تقولوا راعنا، وهذه كلمة مشروعة، لكنها منع منها أهل الإيمان لما استعملها اليهود استعمالا يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية عباد الله لما اشتملت تحتوي على فوائد كثيرة، نقف مع ثلاث فوائد منها. الفائدة الأولى هي بيان شدة عداوة اليهود والكفار بعمومهم للإسلام ولنبي الإسلام وللمسلمين.
والآية التي بين أيدينا تشير إلى ذلك، فإن هؤلاء لا يفوتون فرصة ولو في كلمة أن يسيئوا إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام وإلى المسلمين، وذلك لبغضهم للإسلام ولرسول الإسلام ولأهل الإسلام. ولذلك أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء، أن هؤلاء يا نبينا وأبلغ المؤمنين، هؤلاء ما يحبونكم، هؤلاء يبغضونكم، هؤلاء ما يريدون خيرا لكم وإن تظاهروا لكم بالكلمات المعسولة. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء ما يحبون لنا الخير مهما أظهروا لنا من الكلمات والأحوال التي يراد بها في الظاهر الود والسلام وكذا ونحو ذلك. ولما كان حال اليهود في أول حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا في انكسار وذلة، لكن كانت تتفلت من أفواههم الكلمات التي تظهر عداوتهم وتظهر عظيم بغضهم للإسلام وللمسلمين. ولذلك أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهذا كان في مرحلة، ثم بعد ذلك أخرجوا ما في الصدور وأعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين، والزمان بطوله يشهد بذلك. بل وبالأمس القريب الأحداث في أرض فلسطين تشهد على ذلك، شدة العداوة وشدة البغض للإسلام وأهل الإسلام. ولذلك كان المقتضى عباد الله عقيدة عند المسلمين، وهي عقيدة الولاء والبراء، أي مقتضى كفر هؤلاء بديننا وبغض هؤلاء لشرعنا ولنبينا وبغضنا أن نبغضهم، ألا نحبهم، ألا نواليهم، أن نعاديهم. وهذه عقيدة عندنا أهل الإسلام، هذه العقيدة هي الأمر الثاني بعد شهادة التوحيد، هي الأمر الثاني بعد شهادة التوحيد. فالمسلم ما إن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب عليه أن يعادي ما يعادي الله ورسوله، وأن يوالي ما يوالي الله ورسوله. ولذا أمر الله عز وجل المؤمنين بعدم موالاة الكافرين على جميع طوائفهم، ولا محبتهم ولا مودتهم، وإلا صارت عقيدة هذا المسلم عقيدة غير صحيحة. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف ذلك؟ كيف نحب الذي يكفر بديننا؟ كيف نحب الذي يكره إسلامنا؟ كيف نحب الذي يعادينا وينتهز أي فرصة ليعلن الحرب على ديننا وإسلامنا ورسولنا؟ وأعلن ربنا سبحانه وتعالى لنا أنه مهما تظاهروا لنا فإن العداوة كامنة في قلوبهم، وهم يستغلون وينتظرون الفرصة للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين. فقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنا إلا أن نكون كفارا مثلهم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، والعياذ بالله. ولذلك قال: فلا تتخذوا منهم أولياء. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن محبة الكفار بكل طوائفهم وألوانهم، ينهانا عن موالاة الكفار بكل طوائفهم وألوانهم. وإن أبيحت لنا صورا من المعاملات معهم
إلا أن العقيدة الإسلامية تشترط علينا عدم المحبة القلبية، بل ولا بد من حضور العداوة في القلب للكفار. وإن أحسننا العلاء وإن أحسننا المعاملة لمن أحسن المعاملة وكان في معاملته معنا لا يعلن علينا العداوة والحرب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعاملهم بالعدل. أما المحبة والموالاة كما يحدث من كثير من جهلة المسلمين، تسمع من كثير من جهلة المسلمين يقولون لك فلان يقصد الكافر، والله لا أحسن من 100 مسلم ونحو ذلك. هذه الكلمة مصيبة يكفر بها المسلم ربما، لأن المسلم يحب ولو كان فاجرا، والكافر يبغض ولو كان بارا صالحا في ظاهره. لماذا عباد الله؟ لأني تجمعني بالمسلم عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. أما الكافر الذي يكفر بالله وبالتوحيد وبالإسلام وبرسول الإسلام فكيف تربطني به مثل هذه العلاقة؟ ولذلك اقتضى ذلك عباد الله أحكاما في الدين عندنا. من هذه الأحكام ما يأخذنا إلى الفائدة الثانية، ألا وهي حرمة التشبه بالكفار. إن مقتضى الآية ومقتضى العقيدة الإسلامية بعمومها حرمة التشبه بالكفار. إن الآية فيها ما يشهد لذلك كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا هذه الكلمة لأن الكفار استعملوها في سب النبي صلى الله عليه وسلم فتوقفوا عن هذه الكلمة. وانظر، إنها كلمة في اللغة مباح، لكن لما استعملها الكفار في السب القبيح لنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقولها، فكيف بما هو اختص بهم؟ انتبهوا عباد الله، فكيف بما هو اختص بهم، أي كيف بما هو أمور، هي أمور مما اختصوا به كملابسهم كأزيائهم ككلامهم كقصات شعورهم كقوانينهم كأخلاقهم. هذا أشد وأفدح وأقبح أن يفعله المسلم إذا كان المسلم نهي عن كلمة مباحة لأن الكفار استعملوها في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تشبه بهم فيما يختصون به من أحوال. ولذلك جاء الإسلام يرسخ هذه العقيدة، ألا وهي عقيدة تحريم التشبه بالكفار لا سيما فيما هو من خصائصهم. وكان ذلك في كل الوجوه تقريبا، أشير إلى بعضها إشارات موجزة. في العبادات مثلا، لما شرعت الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وجعلوا يتشاورون فيما يجمعون أو في الوسيلة التي يجمعون بها المسلمين للصلاة، وذلك قبل تشريع الأذان. فقال بعضهم: يا رسول الله، نأتي ببوق ننفخ فيه وقت الصلاة فإذا سمعه الناس جاءوا إلى المسجد. قال: لا، إنما هذا شعار اليهود. وقال بعضهم: يا رسول الله، نأتي بناقوس جرس يعني فنرقه إذا حانت الصلاة. فقال: لا، هذا شعار النصارى. حتى جاء تشريع الأذان. وكذلك مما تعلق بالعبادات أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أمر المسلمين ما يختص بهم ونهاهم عما كل ما يتعلق وله شبهة بالكفار. فمن ذلك
أم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في نعالهم؟ وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كانت المساجد حصباء ليس فيها فرش كهذه المساجد، فكانوا يصلون على الرمل والحصباء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، صلوا في نعالكم. وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية والإمعان في مخالفة الكفار. وكذلك في جانب الآداب الاجتماعية والأخلاق، فإن للمسلم شخصية متميزة ولا يجوز له أن يتشبه بالكفار في هيئتهم أو في كلامهم وأحوالهم وأمورهم الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يسلموا هكذا أو هكذا، وذلك لأن هذه طريقة اليهود والنصارى. وإنما على المسلم إذا سلم على أخيه لابد أن يتلفظ ويقول: السلام عليكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا بالأصابع فإنه شعار اليهود، ولا تسلموا بالأكف فإنه شعار النصارى. أي إذا سلم المسلم لابد أن ينطق، وهذا مما ابتلينا به، فإنك تجد كثيرا من المسلمين يسلمون سلام النصارى هكذا بالإشارة فقط، والمسلم مأمور بمخالفتهم في كل ما تعلق بهم. ولذلك إذا سلم على سبيل المثال مثلا لابد أن يترفض ويقول: السلام عليكم، حتى ولو كان بيني وبينه مسافة بعيد، حتى لو كنت أشاور له من بعيد أقول: السلام عليكم. وأما على جانب السمت والهيئة والصورة كذلك، فجاء الإسلام كذلك ينهانا عن مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في الهيئة والسمت. فالمسلم له شخصية وهيئة وسمت يختص به، ولا يجوز له أن يتشبه بالكافر في هيئته وسمته. ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأطلقوا اللحى. وذلك لأن الكفار من سمتهم أنهم يكثفون الشوارب، فصار المسلم يخالفهم بتخفيف شاربه. هذا الذي يفرق في السمت بين المسلم والكافر. وللأسف ما كان الناس قديما، لا المسلمون ولا الكفار، ما كانوا يحلقون لحاهم، ولقد ابتلينا في هذا الزمان بما ابتلي به المسلمون كاف من حلق اللحى، نسأل الله العفو والعافية. ثم كذلك انظر إلى المحافظة على هذه العقيدة من خلال هذا السمت الذي أمرنا أن نحافظ عليه ولا نتشبه بالكفار في سمتهم وهيئتهم. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه ناس معهم غلام صغير له قصتان أو قرنان كما في الرواية، قرنان يعني ضفيرتين نزلين على وجهه، نزلين على وجهه. فلما رآه أنس أخذ الغلام ومسح على رأسه وبرك عليه وقال لمن معه: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. فإن هذا زي اليهود، أي هذه طريقة اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا لو رأى أنس رضي الله عنه ما عليه كثير من أبناء المسلمين ونساء المسلمين من تشبههم في ملابسهم وقصات شعورهم ونحو ذلك بالكفار والعياذ بالله، وصار الكفار هم رموز يقلدهم المسلمون وأولاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عمر رضي الله عنه يرسل إلى أمير جيوشه في أذربيجان يحذره من أمر التشبه بالمشركين، وذلك أن هذه البلاد كانت بلاد كفار ففتحها المسلمون. فيرسل إليه عمر من عمر بن الخطاب إلى فلان ويكلمه ويقول في رسالته: وإياك والتنعم
وإياك وزي الشرك، وإياك وزي الشرك، أي إياك أن تتأثر بمن ستراهم من الكفار في هذه البلاد فتقلدهم في ملابسهم، في كلامهم، في أحوالهم ونحو ذلك. ولذلك من الآداب التي تبين هوية المسلم لسانه، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار حتى في الكلام. ويقول عمر رضي الله عنه في ذلك: لا تعلموا رطانة الأعاجم، لا تعلموا رطانة الأعاجم. يقول العلماء: والمقصود بذلك ألا يكون ذلك بغير ضرورة، وألا يغلب على حديث أهل البلاد كما حدث في بلاد المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب. صارت اللغة الفرنسية هي اللغة الأم الأصل، وصار المسلمون في هذه البلاد لا يحسنون الكلام باللغة العربية، وهذا من الهزيمة والعياذ بالله، وهذا من التشبه بالكفار والعياذ بالله. فالمسلم عباد الله له شخصية تميزه، له شعار يعرف به، يعتز به، أبي الإسلام لا أبي لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، استبدلوا هذه الكلمة بكلمة انظروا حتى لا تتشبهوا بالكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم حشر معهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي لا تشابهوهم في أحوالهم ولا في سمتهم. فكيف عباد الله وقد تحولت كثير من مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات كافرة في ظاهرها، نسأل الله العفو والعافية، في الملابس والأزياء والكلام والطريقة والقوانين والآداب والأحكام، نسأل الله العفو والعافية. فأين نحن عباد الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم هذه الآية التي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كلمة واحدة وكلمة مباحة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم، أي الذين يكفرون بأمر الله ويخالفون أمر الله لهم عذاب أليم. أما الفائدة الثالثة والأخيرة فهي عظيم استجابة الصحابة رضي الله عنهم، فإن الآية كما نذكر وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا المثل الرائع في الاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عباد الله هي مباحة في اللغة وفي الاستعمال، لكن لما نزل الشرع يقول لهم لا تقولوا راعنا، ما قال واحد منهم وفيها ايه يعني، وايه المشكلة فيها يعني ونحو ذلك. إن من صاعوا جميعا رضي الله عنه وغيروا ألفاظهم، ما صار واحد منهم أبدا يقول كلمة راعنا. هؤلاء رضي الله عنهم الذين هم المثل الأعظم دائما في باب الاستجابة، إنهم غيروا أسماءهم، بل غيروا بلادهم، بل غيروا أولادهم وأزواجهم وأموالهم لما أمروا من الله عز وجل. اتركوا بلادكم يتركون، اتركوا دياركم، اتركوا أزواجكم، اتركوا عيالكم يخرجون. بل هؤلاء ليسوا أولادكم لأنهم كفروا بالله. قيل يا نوح إنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهكذا كان هؤلاء الاستجابة عباد الله، ما إن أن يغمروا بأمر من الله، قال الله كذا يقولون سمعا وطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقولون سمعا وطاعة.
في الوقت الذي نرى كثيرا من المسلمين نسأل الله العفو والعافية يؤمرون بما هو استقر وصار دينا وشرعا منذ 14 قرنا، وتجد الكثير منهم يجادل في ذلك، بل وربما بعضهم يعاند في ذلك. أما المؤمن الصالح فهو كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصالحون على مر التاريخ والزمان. وإني أختم بمثالين من أمثلة الاستجابة لهؤلاء، لسيما وأننا سبق أن تكلمنا في صور كثيرة من استجابة الصحابة رضي الله عنهم. أما المثال الأول فكان هذا يوما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة من الصلوات، وذلك قبل أن تفرش المساجد الفرش، وكانوا يصلون بنعالهم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أثناء الصلاة، إذ خلع عليه وجعلهما عن يساره، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم جميعا من ورائه خلعوا النعال وجعلوها عن يساره. لماذا؟ ما هو السبب؟ هكذا الاستجابة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت عليك فخلعنا. لا إله إلا الله. انظروا إلى هؤلاء أفاضل، ولذلك استحقوا كل هذا الثناء من ربهم. ما انتظروا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا خلعتنا عليك؟ لا، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فقال: ولكني قد جاءني جبريل وأنا أصلي فأخبرني أن بنعلي نجس فخلعتهم. فتأملوا عباد الله إلى عظيم استجابة هؤلاء، وإلى جدلنا ومماراتنا في إقامة أمور الله وأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المثال الثاني فهو كان في يوم خيبر، يوم فتح المسلمون حصون خيبر اليهودية. وتعلمون أن المسلمين ظلوا يحاصرون بعض حصون خيبر أياما حتى انتهى ما معهم من المؤنة، أي الطعام والشراب، وصاروا في مجاعة رضي الله عنهم وهم يحاصرون حصون خيبر. فلما فتح الله عز وجل عليهم الحصون وكاد ما معهم من الطعام أن يفنى تماما، ما معهم إلا تمرات ونحو ذلك، فلما دخلوا الحصون يقول عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة في ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر أي يوم الفتح انتحرنا الحمر الأهلية. انتحرنا الحمر الأهلية يعني ذبحوا الحمر الأهلية، وكانت مباحة قبل ذلك، ذبحوها وجعلوها في القدور. قال: فلما غلت بها القدور، لك أن تتصور أيها المسلم، إنسان جائع عنده جوع شديد جدا كما يقول الصحابي، أصابتنا مجاعة، ووضعوا اللحم على النار وكاد اللحم أن ينضج. قال: حتى غلت القدور. قال: جاء منادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، ألا إن الحمر الأهلية قد حرمت، ألا فلا تأكلوها. قال: فأراقوا القبور بما فيها. لكم أن تتأملوا ذلك، هؤلاء النفر الذين اشتد الجوع بهم إلى مجاعة، وكان الحكم قبل ذلك مباحا، وفجأة ينزل من الله عز وجل الحكم: حرمت الحمر الأهلية فلا تأكلوها. هل خرج واحد منهم وقال: يا رسول الله، احنا هنموت من الجوع، طب عديها المرة دي ونحو ذلك؟ فأراقوها جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولذا عباد الله لا تعجبوا أن ينصاع عن أمثال هؤلاء أن يقولوا كلمة مباحة فيمتنعوا عنها لما أمروا بالامتناع عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وللكافرين عذاب أليم، أي الذين يخالفون بعدما أمروا عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين لأمره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.